ذا وانج لينج، اللي لو ما تعرفوش روح شوف ملخص الموسم الاول وتعالى تاني. في الموسم الاول اتعرفنا على لينج وعرفنا انه اتولد بقوه جباره، لكن القوه ديت كانت السبب انه ما عاش حياه طبيعيه زي باقي البني ادمين، وعشان كده ابو حاول انه يختم قوته بتميمه لختم القوه السحريه، بس التميمه ديت كانت يا دوب بتختم قوه بطلنا لينج الجباره. وبعدها شارك في مسابقه السيف اللي كانت بين الفصل 59 والفصل 60 اللي كانت طبيعيه جدا لحد ما رأسة القتله قتلت سورونج، وهنا انفجرت قوه لينج وبدا يهجم على رأسة القتله لحد ما انقذوا الضفدع ووقف الوقت، وبدا يفكروا في حل لارجاع سورونج واللي كان عباره عن انه يندمج مع الضفدع ويرجعوا لبدايه العام الدراسي، وبالفعل عملوا كده. لكن الاحداث اللي قابل فيها بطلنا سورونج ما كانتش موجوده، وللاسف هو برضه اتحذف من ذاكرته كل الاحداث اللي حصلت قبل شويه اللي كانت عباره عن انه اندمج مع الضفدع ورجع لبدايه العام الدراسي والى اخره. بس لحسن الحظ حاكم العالم السفلي لما وصلت روح سورونج وعرف انها صاحبه وانج لينج اللي بيضمها العالم الحالي رجعها تاني للحياه، وبمساعده روح سيفلينج قدرت سورونج تدمر العالم الجديد اللي عمله وانج لينج وتصحيه. وبعدها رجع بطلنا لينج الزمن لورا وهزم رئيسه القتله وفاز الفصل 60 في المسابقه ووصل ابو ليه وختم قوته بالتميمه الجديده، وانتهى الموسم الاول هنا. ده حرفيا اسرع ملخص لموسم كامل هتشوفه في حياتك، او اسرع فلاش باك مش عارف ده يعتبر ايه، بس المهم يعني حبيت اقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الجديده، وان شاء الله تكون سنه حلوه علينا وعليكم، رغم ان اخر مره شفتكم فيها كانت السنه اللي فاتت. نكته بايخه صح؟ انا بقول برضه خلينا ندخل على الموسم الثاني احسن لي واحسن لكم. بعد انتهاء مسابقه السيف قبض على رئيسه القتله وسجنوها، وبسبب اللي عمله لينج لانقاذ سورونج ده عمل ضرر كبير واستهلاك ضخم للقوى الروحيه في العالم اللي اصلا هم عايشين عليها، وده عطل الناس عن حياتهم اليوميه، ولينج في المدرسه واخد وضع ريلاكس ولا حاطط في دماغه حاجه، وبتدخل المدرسه عليهم بكل روقان وبتقول لهم يا رب تكونوا استمتعتم بالاجازه، لان بعد فوزكم في مسابقه السيف الوزاره وجهت اهتمامها عليكم، وعشان كده هيكون في اختبار للقوى الروحيه بعد الظهر، وهيتم طرد اي شخص غير مؤهل للبقاء في فصل النخبه. وبعد شويه صمت حلوين من الطلاب علشان يستوعبوا الموقف بدا يصحوا زي الفراخ، واصحاب لينج كالعاده بيحسبوا انه مبتدئ وضعيف وما يعرفش حاجه وبيتخانقوا مين هيساعده، بس بطلنا ما بيصدق وبيخلع منهم وبيروح الحمام، وهناك جوهاو بيطلب منه يوحدوا قواهم ويعملوا حبوب سحريه تساعدهم على اجتياز الاختبار، فبيقول له لينج انت متاكد انك تقدر تعدي الاختبار اصلا؟ فبيقول له جوهاو بالله عليك يا لينج ساعدني بالله عليك. فعشان لينج كريم وبيتابع الكلام باري وفي نفس الوقت عايز يخلص منه، قرر يساعده في عمل الحبوب اللي هتساعده على اجتياز الاختبار. ومن الناحيه الثانيه بيشرح المدرس زوكانج فكره الاختبار اللي عباره عن اللي يسمع رقمه يطلع الدايره ديت ويجمع طاقته الروحيه، وبناء على القوه اللي استحضرها هتظهر عاصفه رعديه وهتضربه، ولو فضلت عايش بعد الصعقه ديت يبقى انت نجحت في الاختبار، ولو مت يعني ربنا يرحمك يعني هنعمل لك ايه يعني. وبنرجع للينج وجوهاو اللي قاعدين يجهزوا الحبوب، وبالغلط جوهاو بلع حبتين من الحبوب الغلط، فبسم الله قوه السوبر ساين والتكيس من الكاتب تفعيل وتحول لبالونه لدرجه انه كان هينفجر، وبما ان لينج حلل المشاكل اداله واحده كونج فو بايده حلت المشكله. المهم بيجي دور جوهاو في الاختبار، وبسبب ضربه الكونج فو اللي ضربها لينج لجوهاو ده خلاه ياخد بعض القوه من وانج لينج اللي خلته يجتاز الاختبار، وبيجي دور بطلنا وبيديله المدرس زوكانج خوذه حمايه قال ايه يعني عشان بيحسب انه يسقط في الاختبار، ولسه بيستجمع بطلنا قوته وبيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم الا وبيعمل عاصفه رعديه بتهز المدينه كلها، وبتخلي مقدار الطاقه الروحيه في العالم ينخفض ل 4.7، وبيحاول المدرس والجميع يفصلوا جهاز الاختبار بس مش قادرين. فلينج علشان يحل المشكله ويوقف استهلاك الطاقه اللي بيحصل ادى لسورونج روح السيف بتاعه علشان تقطع السلك، بس بدل ما تقطع السلك وبس قطعت نص العالم. الله عليك يا بنتي. وبيعدي الموضوع على خير وطبيعي يعني بينجح لينج في الاختبار، بس بسبب اللي عملته سورونج حصل ثقب في الفضاء، وبسبب الثقب ده اتسربت الطاقه الروحيه من الارض لعالم تاني، والعالم ده كان عالم الشياطين. وبنشوف امبراطور الشياطين اللي بيسال مستشاره عن سبب الصوت اللي قاعد يسمعه من عالم البشر، فبيقول له مستشاره ان في ثقب ظهر بيؤدي لعالم البشر، فبيقول له الامبراطور ايوه صح، فين الشيطان اللي كنا رسلناه علشان يغزو عالم البشر؟ فقال له المستشار انه كان رسل تلميذه الضفدع العملاق، الشيطان الاكثر شراسه بين كل الشياطين. انت متاكد من كلامك؟ انت قصدك على الضفدع العملاق بتاعنا ولا حد تاني؟ فبيقول الامبراطور والكلب ده ليه لحد دلوقتي ما سلمنيش عالم البشر؟ فبيرد عليه المستشار انه هيروح لعالم البشر بنفسه ويشوف تلميذه بيعمل ايه هناك. واثناء ما الضفدع مروق ومستريح بيوصل له رساله من معلمه انه عايز يجي له البيت، وعلى طول جري على بيت لينج يهرب منه هناك، وفي نفس الوقت وصل مستشار الامبراطور للارض، وبدا يستخدم الجمجمه الغريبه ديت علشان يعرف مكان ضفدوعي، وبدا يدور عليه في الافاق والاوديه، ما علينا منه دلوقتي. وفي الوقت ده ابو لينج كان بيغير للينج التميمه لتميمه اقوى علشان تكبح قواه، واستعان بالضفدع علشان يساعده، وقال له لو حصل خطأ واحد بس هنقول على نفسنا يا رحمن يا رحيم، وعلى طول شال الأب القديمة من هنا وحط الضفدع الجديدة من هنا، بس الغبي حطها مقلوبة.
وده خلى قوة لينج تتحرر، لكن ضفدعي انقذ الموقف وامتص القوة اللي اتحررت وعدل التميمة. ولو سألتني انا بقول عليه ضفدع ليه وهو اصلا كلب، اقول لك يبقى انت ما شفتش الموسم الاول من حكاية وانج لينج، روح شوف الاول وهتعرف الاجابة. وفي نفس الوقت معلمة لينج جت تزوره علشان درجاته زي الخرا، فلسه بتشتكي وبتقول والله لينج مش بيحل الواجب، ام بوم لينج راملها الواجب كله قدامها. طب والله لينج كذا كذا، ام بوم لينج بيقصف جبهتها تاني. وفي كل مرة بتتحجج بحاجة لينج بيقصف جبهتها، وبسبب اللي بيعمله ده ابوه حس ان في حاجة غلط كده في التميمة رغم ان التميمة مفيهاش حاجة يعني، وعشان كده قال للام تاخد المعلمة بعيد عما يغير للينج التميمة، وبدأ ابو لينج يغير التميمة هو والضفدع، وعلى طول الضفدع يشيل من هنا والاب يحط الجديدة من هنا، والحمد لله عدت على خير. بس لينج بيقول له بابا انا حاسس بحاجة غريبة كده، الا واساس البيت كله بدأ يرقص، بس الحمد لله قدروا يسيطروا على الموضوع بمساعدة ضفدع المتضفدع، ولما انتهوا التميمة ما قدرتش يستحمل كل القوة اللي لينج استخدمها، وفي نفس الوقت قدر المستشار يوصل لمكان الضفدع اللي هو بيت لينج، وخلاص التميمة هتنفجر، فالاب قال يا عم اللي يحصل يحصل وشال التميمة. وفي اللحظه اللي فتح فيها المستشار الباب انفجرت قوه لينج وخدته معاها، وحولت مستشار الامبراطور لشاورما حرفيا، وما سابتش منه غير التاج اللي كان لابسه. وفي نهايه اليوم انتهت زياره المعلمه لينج وغارت في 60 داهيه. وبنرجع في الزمن 10 سنين لورا، وقت ما اتفتحت بوابه الشياطين ونزل منها الضفدع العملاق، وقبل ما يضربوا لينج الضربه بتاعته كان الضفدع في نفس الوقت بيجهز لهجمه ثانيه، ولما لينج ضربه الهجمه اللي كانت الضفدع بيجهزها اصابت طياره كانت ماشيه في حال سبيلها، وفي واحده من الركاب كانت بتعمل انها روشه وكده وما كانتش قاعده على الكرسي بتاعها، وحاولت تمسك بيد حبيبها بس ما قدرتش واتسحبت لعالم الشياطين، والست اللي اتسحبت ديت تبقى القاتله رقم واحد في العالم، وكانت رايحه في مهمه قتل مع حبيبها اللي برضه يعتبر القاتل رقم واحد في العالم، ما تسالنيش ازاي. وبالنسبه للطياره فلينج مسكها بقوته ونزلها على الميه، وبعد ما انسحبت لعالم الشياطين انحبست هناك، وسنه ورا سنه وهي بتحاول تلاقي طريقه للخروج عشان تفشخ اللي اصاب الطياره وفرقها عن حبيبها، ولما لقت طريقه للخروج ورجعت للارض راحت عند سجن رئاسه القتله اللي محطوط تحت مدرسه بطلنا. انا عايز اعرف مين اللي اقترح انها تتسجن تحت مدرسه. المهم بنعرف ان اسمها جيانج ليو يي وانها كانت رئيسه القتله السابقه، ورئيسه القتله الحاليه تعتبر اختها الصغيره، وراحت عندها علشان تقتلها لانها كانت بتحسب انها كانت سبب حطام الطياره وصاحبها لعالم الشياطين، وانها عملت كل ده علشان تستحوذ على منصبها وتبقى رئيسه القتله. وطبعا كل التحديات دي تحديات كلب من كيسها يعني، بس ما تلمش صراحه يعني، لان الوحيد اللي يعرف حقيقه اللي حصل هو بطلنا وانج لينج. المهم قعدت بعدها تنبح وتنبح وتقول انت حربتيني من 10 سنين من حياتي يا كلبه ومعرفش ايه، وقعدت تنبح طول الحلقه. وبعد ما خلصت النباح بتاعها جهزت الهجمه بتاعتها وطلقتها عليها، الا والمعلم زوكانج بيظهر وبيوقف هجمتها. المشكله مش هنا، مش هنا خالص، المشكله انه طلع هو ذات نفسه حبيبها. وبيقول لها انه قعد يستنيها طول السنين ديت ومعرفش ايه، ومن كتر انتظاره ليها بقى نص فيل. والتانية ما صدقتش ان حبيبها رجع لها، وعلى طول سحبت على ام رئيسة القتلة والقتلة ذات نفسهم. المهم بعدها انضمت لهم طالبة جديدة في فصل النخبة كانت درجاتها في اختبار القوة روحية ممتازة، اسمها لين شياو يو هو هو، المهم ان اسمها لين. وفي اليوم اللي بعده بيقول لهم المعلم زوكانج ان احيانا السيوف الروحية بتضعف، وبسبب ده بتحتاج يتعمل لها صيانة كل فترة وفترة، وعشان كده الشباب بعد الحصة ركبوا القطر وراحوا لافضل محل لصيانة السيوف. وبنعرف ان لين بتشتغل في نفس المحل وهي اللي هتتكلم بتصليح وصيانة سيوفهم، واثناء صيانتها سيوفهم بيظهر تانج الكريه وبيدي لها رزمة سيوف علشان تعمل لهم صيانة، وعشان هي محتاجة فلوس عشان تعمل سيف ليها فبتقبل. فالشلة مش بيسكتوا على الموضوع وبيقولوا احنا في افضل محل لصيانة السيوف، فليه ما نصنع لهاش سيف بنفسنا. وبالفعل بالليل بعد ما بتمشي لين وبيقفل المحل بيكون الشباب مستخبيين جوه المحل، وبيبداوا يعملوا السيف بالتصميم اللي عمله لينج، ويستخدموا تاج المستشار اللي جابه لينج كمادة لان قوته كبيرة، ورموه في الفرن الكبير قوي قوي ده علشان يذوب. وفي اليوم اللي بعده استنوها لحد ما تيجي وتدخل المتجر، وفاجئوها بالسيف الروحي اللي عملوه مخصوص ليها وفرحت جدا بيه، لكن لا تاتي الرياح بما تشتهي السفن، لان الكريه تانج بيفاجئهم وبيبوظ مود الفرحه اللي هم فيه. وبيتحدى لين في اختبار تجريب لسيفه نظرا ان عنده بطاقه في اي بي، ومن مزايا البطاقه انها تقدر تخليه يطلب اختبار تجريب لسيفه ضد اي حد من موظفين المحل لاختبار جوده الصيانه، وطبعا الكذاب هدفه من الاساس انه يكسر سيف لين. المهم بيجهزوا نفسهم للاختبار، وبيعمل تانج شويه استعراضات في الاول كده قال ايه يعني هو روش واو ماي جاد والبنات بتجري وراه، وبيبدا الاختبار وبيندفع عليها بكل قوته، واول ما سيفه بيلمس سيفه قوه المستشار الشيطانيه بتتفعل وبتمتص قوه تانج الروحيه بطريقه مجنونه، وخلاص قوته الروحيه هتنتهي وهيموت، لكن كالعاده لينج بينقذ الموقف وبلمح البصر بيخلي سيف الروحي يكسر سيف تانج علشان يفصله عن سيف لين ويوقف صاحب طاقه تانج الروحيه، وشكلنا مش هنشوف تانج لفتره حلوه. يلا احسن. وبعدها بنشوف ستريمر باسم الجنات علبة، وما تسالنيش اسمها كده ليه، اللي عامله انها كيوت كده في نفسها وبتغري الناس علشان يتبرعوا ليها بحجه
شكت ان حد من قرايبها في العنايه المركزه، وبينتهي المشهد لاسياد العالم اللي بيتناقشوا ان الشياطين بقالهم فتره بيتسللوا ما بيننا، وواحد منهم بيقول محدش يعرف الشياطين احسن مني، والتاني بيقول لازم ناخد خطوه، البشر مش لازم يسكتوا. فجوي اللي طبعا الكل مفكر انه انقذ البشريه بيقول لهم خلاص يا شباب اهدوا، احنا كده كده ما نعرفش مكانهم. وهنا بيدخل حد بصوت غامض وبيقول سهله، نمسك شيطان ونساله، وتحس كلهم موافقين الراي. وفجاه بينقطع الاتصال وبينتهي المشهد لبطلنا لينج اللي كان في مكالمه، وطلع ان هو الصوت الغامض وهو الشخص اللي البشريه كلها بتعتمد عليه. وجوها وبيجري عليه وبيقول له تعالى شوف ابو تشينشاو شكله هيقتله، وفعلا ابوه كان عاوز يقتله علشان يتبرع بتراث عيلته للستريمرز على بقى. ومع شويه حوارات كده ابوه بيفكره بيساعدها علشان هدف نبيل وبتاع، فبيعدها له المره دي، وخلاص ابوه هيمشي ويسيبه في حاله، الا وبيسمعها بتقول له في البث ما تنساش تشينشاو المكالمه اللي اتفقنا عليها بعد الظهر. فابوه بيتعصب وباقوى ما عنده بيقسم الموبايل لنصين، زي ما انا هقسمكم نصين دلوقتي لو ما حطيتوش اشتراك ولايك ودخلتوا سيرفر الديسكورد وعملتوا متابعه لحساب الانستجرام الخاص بالقناه اللي بالمناسبه موجودين في الوصف. واكيد مش هقسمكم نصين، ده انتوا حبايبي، وعشان كده رابط الديسكورد في الوصف، مستنيكم بعد الفيديو هناك. خلينا نكمل. بعد ما ابو تشينشاو كسر الموبايل نصين، تشينشاو مش بيحرم وبيكلمها من كمبيوتر المدرسه، وبسبب خوف صحابه عليه قرروا يخلوا سور رونج تعمل له سحر الاغراء علشان تغريه وينسى الثعلبه، وبتنجح فعلا في اغراءه. والثعلبه ما تسالنيش ازاي عندها قائمه بالخرفان اللي بيحبوها، وتشينشاو واحد منهم واخد مرتبه الشرف، واول لما شافت في القائمه انه ما بقاش بيحبها الا والثعلبه بتتعصب وبتمثل انها بتعيط وبتستعطفه وبتترجاه يفضل معاها، وبالفعل قدرت تخليه يطنش ام سور رونج ويرجع لها. وبنعرف انها مجرد شيطانه هدفها انها تجمع الطاقه الروحيه علشان ترجع مستشار ملك الشياطين. وابو تشينشاو بيوصل وبيعيط على منظر ابنه المصير للشفقه، وبيتعصب وبيقطع الكمبيوتر لنصين. ما تهدى يا حاج كده، مش اي حاجه تشوفها في وشك تقطعها لنصين. فتشينشاو بيمسك فيشه الكمبيوتر وبيحطها في قفاه وبينتقل لعالم الانترنت. وما تسالنيش ليه وازاي، تمام تمام، اللي وقتها الشيطانه بتكون نجحت وجمعت الطاقه المطلوبه. وهو لما بيوصل بيعرف ان ده كله مزيف وانها كانت بتخدعه وان شكلها وحش، وبيحاول ابوه يرجعه لكن بدون فايده، وبتحاول الشيطانه انها تمتص روحه. وهنا لينج حلل المشاكل بيتدخل، وبيدخل ايده جوه العالم اللي دخله تشينشاو وبينقذه وبيرجعه لجسمه. ومن بعدها تشينشاو ما عادش بيثق في حد، وبينتهي اليوم على كده. والسلام عليكم. وفي يوم تاني بنشوف عيلة سرونج اللي شكلها بتعاني من ازمه ماليه، لحد ما وصل شخص من المحكمه قال لهم انهم فلسوا وخسروا كل املاكهم وان تصفيه الديون ميعادها بكره. وبنشوف بعدها الشله اللي راحوا يطمنوا على سرونج بعد ما سمعوا ان عيلتها فلست، وهي بترحب بيهم بس شكلها ما عندهاش هدوم تسطن نفسها حتى، ده لدرجه بقوا بيعيشوا في كهف والحاله دنك خالص. وبينتهي المشهد لعيلة تانج اللي كانت بتتنافس مع عيلة سرونج، وبنعرف انهم سبب كل ده وانهم اتحالفوا مع شيطان علشان يخلوا عيلة سرونج تفلس. وسرونج بتقول للينج ياه يا جدع، زمان المكان ده كان شلال كبير، يلا اللي حصل بقى. وبيعرضوا عليها انهم يساعدوها لكنها بترفض مساعدتهم وبتقول لهم انها تعتمد على نفسها. واثناء ما هم مروحين بتكون في عربيه ليموزين جايه عليهم بسرعه، اللي بتكون طبعا زي ما خمنت يا عزيز المشاهد لعيلة تانج، اللي بعدها مباشره بيكونوا في الاخبار وبيعلنوا ان شركه تانج هتشتري جميع املاك عيلة سرونج ب 140 مليار بعقد بالدم غدا في كهف عيلة سرونج. وبالفعل في اليوم اللي بعده في كهف عيلة سرونج بيبداوا في عقد الصفقه، وعلى طول شلتنا بيشدوا الاحزمه وبينطلقوا للكهف، لكن تانج كان عارف انهم يعملوا كده عشان كده خلى اصحابه يتصدوا لهم. فلينج استغل الموضوع وصابهم يتقاتلوا مع بعضهم وراح ينقذ سرونج علشان يمنحها من توقيع العقد، وبياخدها وبيهربوا من المكان، لكنها بتقول له ان خلاص انا خدت قراري وده مستقبل عيلتي. وبنعرف انها اصلا وافقت تحت ضغط اهلها، واساسا طلع انه من شروط العقد انها تتجوز تانج الحيوان او الكريه الاثنين واحد، وعشان كده هي مجبره انها تكمل العقد وتتجوز تانج الحيوان او الكريه الاثنين واحد برضه يعني، وبتعتذر منهم وبتروح تكمل العقد. وبيسيطر الاكتئاب على الكل، خلاص ما عادش في طريقه لايقاف العقد، لحد ما بالصدفه وقبل ما يوقعوه للمره الثانيه لينج بيكتشف ان في دوده نجميه في البحيره اللي قدام الكهف، ودي عباره عن شيطان بيمتص جوهر الحياه، وهو اللي شفط الميه في المكان، فبطلنا على السريع كده بيعمل له ديردي بيج، وبيرجع المكان احسن من الاول، وبيلغوا العقد، وبترجع اسهم شركه سرونج تطلع للسماء من جديد، واسهم شركه تانج بتتجمد لانهم احتالوا وتحالفوا مع شيطان، وبتتجمد ممتلكاتهم كمان، وجوي بيقبض عليهم، ونقدر نقول واخيرا ان احنا مش هنشوف وش الحيوان اللي اسمه تانج ده تاني، يا رب يعني، فافرحوا بقى. المهم بعد كده بتبدا مسابقه لاستعراض مهارات السيف، والجائزه بتكون تذكرتين لجوله في القمر الصناعي. فكرين بقى الشيطان اللي ساعد عيلة تانج طلع انه بيراقب كل اللي بيحصل وشكله مش ناوي على خير. المهم سرونج بتكون اول المتسابقين، وبتبدا عرضها اللي كان عباره عن انها تتحكم باكتر من سيف في نفس الوقت، وبالفعل بتقدر تقدم عرض حلو، لكن فجاه الشيطان بيبتسم وبيضغط زرار والسيوف بتخرج عن السيطره وبيقعوا كلهم. واول ما عرضها بيبوظ مننا الشتايم والاحباط بيجوا لها من الناحيه الثانيه، فلينا علشان تلطف عليها الموضوع بتقول لها هات سيفك لورشيتي وانا اشوف ماله، قصدها يعني تقول لها ان العيب في السيف اكيد مش فيكي.
جزاك الله خيرا يا نسالي. وورا الكواليس بيلاحظوا ان المشاهدات بترتفع لان الناس بتحب تشوف فشل الناس التانية، وعشان الشله تفرح سونونج بيخلوا تشينشاو وجوهاو يعملوا العرض اللي بعده. وعرضهم كان عباره عن ان جوهاو هيضرب تشينشاو وتشينشاو هيمسك السيف وهو مغمض عينه، لكن برضه الشيطان بيضغط زرار والسيف بيتهز وبيخبط في راسه. فجوهاو علشان يمشي الموضوع قال احنا اصلا كان قصدنا نستعرض راسه الحديد الجامده دي. وبيلاحظ لينج ان المشاهدات بتزيد بشكل اكتر واكتر. هتقول لي طب الشيطان عاوز مشاهدات في ايه؟ هقول لك ان المشاهدات يا عزيز المشاهد بتساوي طاقه روحيه اكتر. المهم في العرض اللي بعده بتظهر واحده اسمها ياشا باي، مش مهم اسمها، اللي بتبهرهم بتحكمها بالاف السيوف. والغريب ان الشيطان ما تدخلش، وده بيثبت ان هدفه الاساسي هو المشاهدات. ووسط تحيه الجمهور المشاهدات بتوصل للمليار، وهنا بيظهر الشيطان وبيقول لهم انه جمع كل الطاقه اللي هو عاوزها، وبيعمل تعويذه اسمها التحكم المطلق، والبشر كلهم بيقعوا تحت سيطرته. لينج يسكت قابلني لو سكت، وطلع انه حرك التعويذه فخلى الكل يحب سورونج، بس بالرغم من ده تصرفاتهم بتبقى شيطانيه وحرفيا تحسهم عايزين ياكلوها. وهنا بيكون بطلنا ولين وسورونج بيحاولوا يهربوا، وكل البشر بيجروا وراهم وبيركبهم لينج على سيفه وبيطلعوا لاعلى مبنى قدامهم، وبيلاحظوا ان كل البشر بيطلعوا فوق بعض كانهم سلم الا واحد بس، وهو تشينشاو اللي شغل قوته وجرى اقصى حاجه عنده ونط عليهم وهو بيقول سورونج انا بحبك، لكنها بكل بساطه بتقول له روح شوخ بعيد يا حبيب ماما. وبعد ما قالت له كده التعويذه بتنفك، وبيفهموا انها لو قالت كلنا مش بتحبوه ما تنفك بسهوله، وده اللي بتعمله. بس المشكله ان العالم كامل بيحبها وما ينفعش تروح لكل واحد وتقول له انا مش بحبه، وعشان كده قرروا يعملوا بث مباشر تقول فيه للناس كلها انها مش بتحبهم. بس المشكله ان مفيش شبكه، فلينج قال بسيطه نروح للفضاء وهتتحل، وكده كده هو معاه تذكرتين للدخول هناك، فاحسن لهم يروحوا ويبثوا من هناك. ونظرا ان معاه تذكرتين بس فبيروحوا وسورونج، وفعلا بيركبوا القطر، وما تسالنيش ازاي قطر هيوديهم الفضاء. المهم بيطلعوا هناك وبيظهر المشهد الرومانسي اللي في غلاف الانمي، وبالفعل المنظر جميل وخلاب جدا، وبيوصلوا لهناك وبيشغلوا بث مباشر، وسورونج بتحكي قصه حياتها وان الكل كان بيحبها، بس دلوقتي محدش بيحبها، بس اتعرفت على حد هو بالنسبه لها العالم كله، فهي مش عاوزه حب العالم، وبتعتذر لكل انها مش بتحبهم. المهم من الاخر قالت لهم روحوا العبوا بعيد يا حبايب ماما، وهنا التعويذه راحت عن العالم كله وكل واحد رجع لبيته، والشيطان اللي بنعرف ان اسمه ريتشمان بيركب على نزك وبينزل عليهم، لكن لينج بيتدخل كالعاده، وبيرمي سيفه عليه وبيفشخه بضربه واحده، وهنا امبراطور الشياطين بيطلب من المستشار ينور حاجه اسمها شعله الابعاد، واللي بسببها بيتحبس بطلنا وسورونج كانهم في لعبه 3 دي، وخلال ده الشياطين بتخرج من كل حته في العالم وبتهجم على البشر، وهنا بيتجمع اسياد العالم للمره الثانيه، وبيتفقوا انهم يبعتوا فرقه جوي اللي اسمها السبع نجوم، لكن هم اصلا بالفعل مشغولين باخلاء المصابين ومساعده البشر، فبيتفقوا انهم محتاجين شخص قوي جدا يقدر يشغل تعويذه بارك وينهي كل الشياطين، بس للاسف قصدهم هنا على لينج اللي محبوس حاليا مع سورونج، فالراجل العجوز ابو شعر ابيض ده بيضحي وبيقول لهم انا عاملها مكانه، وهناك لينج بيحاول يخرج باي طريقه لكن مش بيقدر يخرج بسبب ان سيفه مش معاه، وبيستمر هجوم الشياطين وبيستمر الاحباط في كل مكان، لحد ما لينج بيلاقي لوحه التحكم بتاع اللعبه اللي دخلوا فيها وبيعلي الجوده شويه، ووسط ده الرجل العجوز بشعر ابيض بيشغل تعويذه وبيستدعي صاعقه عملاقه، لكن في النهايه بيرموا عليه قافله شياطين بيقضوا عليه، وبيظهر كذا قافله وكل قافله من دول فيها عدد لا يحصى من الشياطين، وشكلها ديت هي النهايه. وهنا لينج بيشيل مرايه من الاوضه وبيقف قدامها وبيظهر قوته، ولانها مرايه فعكست قوته كذا مره وبسبب ده اتكسر الختم، وبيقدر يخرج اخيرا من اللعبه، وبينطلق لانقاذ كوكب الارض، وبينزل على قافله كامله وبيدمرها كلها، لكن هنا بتظهر لين على شكل فراشه وبتنقله انيا. لكن قبل ما تسيء الظن بلين خلينا اشرح لك هي عملت كده ليه. في الاصل لين تعتبر مش بشريه وانها فضائيه من عشيره الفراشات زي ما سمعت كده، وفي احد الايام كانت بتتمرن مع والدها، ووسط ما هو بيشجعها وانها تقدر تبقى اقوى ويبقى عندها جناحات زيه، بيحصل غزو على الكوكب بتاعهم من الشياطين، فابوها بيستخدم قدراته وبينقلها لكوكب الارض، وبعدها حد بيلاقي وبيربيها، فعشان كده بتقول له انه لازم يستسلم وان ملك الشياطين ده شخص مرعب ومخيف. ووسط ده سورونج بتعمل بث مباشر وبتشجع كل البشر وبتقول لهم احنا اقل واحد فينا عنده قوه روحيه لما يكون عنده اراده بتطلع، وفعلا شويه الكلام دولت بيشجعوا كل البشر وبيهجموا على الشياطين من كل حته. وهنا بتظهر لين ومعاه لينج قدام امبراطور الشياطين وبتقول لهم جبت اهو زي ما طلبته، حرر اختي بقى. فالمستشار بيخليها تركع له، لكن لما بيحاول ده مع لينج مش بيعرف، وهو بيردها له وبيطيره من المكان. وهنا امبراطور الشياطين بيضحك وبينزل من عرشه، وبتبدا مواجهه جباره بين امبراطور الشياطين وبين بطلنا وانج لينج اللي بيفكر انه يقدر يهزم لينج بضربه واحده، لكنها في الحقيقه مش بتاثر فيه. وهنا سيف لينج بيوصل لسورونج وبتطمن على لينج منه وبيقول لها ايا كان خصمه هو اللي لازم يخاف، وحرفيا لينج مش رحمه، خصوصا ان الكوكب اللي هم فيه كوكب امبراطور الشياطين، فمش هتفرق معاه لو دمره يعني، فيقدر يستخدم عليه كل قوته براحته. وبيتعصب امبراطور الشياطين وبيطلع كل قوته وبيحاول يعمل له اي حاجه بس مش بيقدر، وبيمسك
بيمسكوا لينج من كورونا وبيلفوا وبيهبدوا على كوكبه وبيدمروا بيه وبيرجعوا عند عرشه مهزوم. وهنا امبراطور الشياطين بيقول له انا مش فاهم، احنا دايما الاقوى، ازاي بشر زيك يقدر يتغلب علينا؟ وهنا مستشاره بيظهر من وراه وبيقول له الختم اللي على قفاه ده هو نقطه ضعفه، وبالفعل بيهجم على لينج من وراه وبيشيل الختم من عليه، وبيضحك امبراطور الشياطين وبيحس انه انتصر، بس الختم ده كان اصلا حاجز قوه لينج من البدايه، وهنا بتظهر قوه لينج المدمره اللي بسببها الكوكب كله اتدمر، والشياطين اللي بتهجم على البشر وبيدوا بالكامل، وبتعرف الحرب دي بعد كده بحرب الشياطين الثانيه، وبتنقل لين بقدراتها لينج لكوكب الارض ثاني، وبتقول له لو عايز تقتلني علشان خنتك عادي ما عنديش مشاكل، بس سيب اختي هي ما عملتش حاجه. لكن لينج بيقول لها انا بس محتاج ختم جديد، فبتقول له تمام وماله، نعمل لك ختم جديد مفيش مشاكل، اهم حاجه بس ما تهتنيش يعني. وبتتكرم سورونج وعيلتها على وقوفهم مع البشر، وكمان جوي بيتكرم على انقاذه للبشر للمره الثالثه رغم انه كذاب ما عملش اي حاجه، بس بما ان دي النهايه فانا عدها له المره دي يعني. وبيعم السلام في كل مكان، وفي النهايه بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه، النهاية. وبس يا سيدي بكده نكون لخصنا الموسم الثاني من حكاية وانج لينج للمرة الثانية، لأن للأسف سجلته قبل كده وطلع ان في مشكلة في الصوت فاضطريت ان انا اسجله ثاني، فاللي حصل يعني الحمد لله على كل حال. كنت عايز اقول لكم لو عايزين الموسم الثالث وصلوا الفيديو 20000 لايك، بس اظن كفاية كده على الانمي ده، واظن ان هي ديت كافية ووافية يعني. المهم اتمنى عجبكم الملخص ويكون حاز على عجبكم، فهفكرك ثاني رابط الديسكورد في الوصف، مرحب بكم كلكم هناك، وبرضه رابط حساب الانستغرام الخاص بالقناة في الوصف. وما تنساش ما تنساش تحط اشتراك ولايك لو مش عشاني، عشان المرتين اللي قعدت اسجل فيهم الفيديو ده ارجوك يعني فاهم، فحط اشتراك ولايك. وبس انا معكم شريف من قناة انمي اندو، فانت تمام انا تمام، طب يلا سلام. بقول لك بسرعه قبل ما شريف يسمعنا، موسم ثالث 40000 لايك.